خلونا نفهم التفاصيل من الدكتور مدحت نافع استاذ الاقتصاد. مساء الخير يا فندم. مساء النور استاذ رشا، اهلا بيك. ازي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله، اهلا وسهلا. انا دايما يعني عندي تصور، وحضرتك استاذنا في الاقتصاد، ان الدين العام كرقم مش هو المشكله، هي القضيه المتعلقه بالدين العام بتبقى متعلقه انت جبت الفلوس دي انفقتها في ايه وهتسددها ازاي. مظبوط، يعني زي ما حضرتك توصفتي بالظبط. وفضلا عن هذا طبعا بننظر الدين العام الى من اكثر من زاويه وفي اكثر من سياق. سياق معدل نمو مهم للغايه، يعني معدل نمو الدين الخارجي في الفتره الاخيره كان كبيرا وسريعا، وصل في بعض الاوقات ل 40%. ايضا زي ما حضرتك قلتي، طب هل انا باخد الديون دي للانفاق على احتياجاتي من الطعام والشراب ولا بوجهها لاستثمارات طويله الاجل؟ ايضا اذا كان هذا الدين ياتي من التزامات قصيره الاجل ثم انفقه في امور زي ما قلنا كده معيشيه، ولا بحطه في مشروعات اخرى تدر برضه عائد قصير الاجل او سريع. يعني ابقى مديون، اخد اجيب دين من حد، حتى يعني عايزه ابسطها للناس، استلف من حد مبلغ عشان اعمل بيه مشروع، ومن ارباح هذا المشروع اسدد ديني. ده شكل من الاشكال. يعني تصور اخر، يعني كنا دايما بنقول ايه، بنفصل الدين الخارجي تحديدا، بنقول ديون او المديونيه اللي جايه من البنك الدولي على سبيل المثال بيبقى فيها متضمنه ما يشبه القرض الحسن، ما يشبه المساعده، لان سدادها بيبقى على فترات طويله وبيبقى العائد عليها او سعر الفايده منخفض جدا. لكن على وده طبعا مختلف عن صندوق النقد الدولي اللي بيبقى قصير الاجل وبيرتب التزامات سريعه. وده يمكن الفرق الاساسي بين طبيعه الصندوق والبنك. البنك بيهدف للتمويل وتنميه وللتنميه ولتمويل مشروعات التنميه، بينما الصندوق بيعالج خلل هيكلي. لما بنتكلم على الوضع الاقتصادي المصري حاليا، الهشاشه في الاقتصاد وفقا لتقرير الصندوق الاخير وتقرير المراجعه الاول او حتى لمؤشر التنافسيه اللي تقدمنا فيه 14 او 15 مركز، ده الاثنين بيتكلموا على هشاشه في الاقتصاد في جزئيتين تحديدا، جزئيه الدين العام وجزئيه الانفليشن او التضخم. دول أسوأ مؤشرين احنا بنعاني منهم حاليا، وهما دول. طيب انا عايز اسال حضرتك سؤال صريح، هل احنا نقدر كمواطنين عاديين كراي عام في نوع من الشفافيه يسمح لنا نعرف الفلوس دي، القروض دي، جبنا كام وانفقناها على ايه؟ بصي، هو انت عاده بتحصلي على يعني معظم القروض اللي حصلت او معظم المديونيه اللي ترتبت البنك الداخلي على سبيل المثال كلها طبعا لتمويل عجز. احنا عندنا عجز موازنه كبيره ومتزايد، وده اللي بيخلي حتى بعثه الصندوق تمويل العجز. بس اشرح عشان حضرتك عارف المفاهيم الاقتصاديه صعبه علينا كراي عام. الفرق بين يعني احنا كل شويه يعني زي واحد رب بيت كده مصروفاته اكتر من ايراداته، فبيضطر يستلف عشان يغطي المصروفات دي. بالظبط كده، فبيترتب ده المصروف الحكومي العام، فالحكومه دايما عندها عجز باستمرار، فبتضطر تعمل تصدر ادوات دين عشان تستلف، اللي هي اصول خزانه وسندات الخزانه. ودي عامله ازمه كبيره كمان في القطاع المصرفي، لان المصارف متفرغه حاليا لاقراض الحكومه، وده عمل ازمه في الاستثمار، لان ده مخلي الدين المحلي كبير جدا 3 تريليون وشويه، ومخلي الجهاز المصرفي يعزف عن الاستثمار بغرض الاستثمار او بغرض تمويل الاستثمارات الخاصه، ودي مشكله كبيره جدا، بتؤدي في الاخر الى ان المجتمع ما بيحصلش فيه تشغيل. المجتمع قايم على ليه بقى؟ لان انا كبنك دلوقتي باقرض الحكومه قرض ريسك فري خالي من المخاطر وسعر فايده عالي جدا. دايما الريسك فري برودكتس او منتجات خاليه المخاطر دي بتبقى بسعر فايده لا يذكر، 0.5% 1% واحيانا بفايده سالبه. لكن احنا في مصر عندنا المنحنى مقلوب، احنا بنحط فايده عاليه جدا على الادخار وفي نفس الوقت فايده على الاقتراض، فانت بتخلي وتحديدا الريسك فري، يعني اللي هي يعني ادوات الدين الحكومي المفروض انها خاليه من المخاطر تماما لانها مطلوبه من الدوله، وبالتالي المفروض تدي اقل عائد، في مصر بتدي اعلى عائد. طيب انا عايز اسال سؤال، عشان في ناس جدا يعني انا شفت تابعت دول كان فيها الدين العام بتاعها اعلى من كده بكتير قوي، ولكن كان بيتم إدارة الدين بشكل جيد عشان كده ما بقاش في النهاية مشكلة أو أدى لا سمح الله أن الدول دي أفلست. هو في معايير بتضمن استدامة الدين وقدرتك على السداد، يعني ودي احنا اتكلمنا عنها كتير حتى مع حضرتك في البرنامج، واتكلمنا عنها في مقالات مختلفة، عشان أنا شايفة الناس قلقانة قوي من ارتفاع الدين العام. هو يقلق طبعا، لأن حتى نصيب الفرد منه بقى كبير،
النصيب وبالتالي تقريبا 813 ولا 800 وكام؟ ده الخارجي لوحده يعني يعني ده يعني بتتكلم على مبلغ كبير. المبالغ دي وهو متغير باستمرار، يعني حتى الرقم الاخير للدين الداخلي اللي حضرتك تفضلت بيه اعتقد ان يعني مش ده احدث بيان. لا، ده اللي قاله السيد طارق عامر امبارح في المؤتمر. ما هو للاسف لو سمعتي كلام وزير الماليه هتلاقي رقم تاني. احنا عايزين، ودي برضو مشكله في الشفافيه في الرقم الخاص بالدين تحديدا، ايضا الرقم الخاص بميزان التجاره. الناس اللي شغاله في الوزاره نفسها 812 متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي. من الخارجي بالظبط، هو اتكلم على الخارجي تحديدا طارق عامر، ما اتكلمش على الداخلي. الداخلي هو الاكبر، لكن نمو الخارجي هو اللي كان بيقلقني دائما، لان معدل النمو كان سريع جدا. ايضا هو مع ان الاقتراض الخارجي له مزايا، ان الفايده بتبقى منخفضه جدا، نمره 2 اجل او مدى السداد بيبقى طويل. مش دايما. مش دايما. وعندي وانا عندي ازمه في الاكسشينج ريت، انا عندي ازمه في سعر الصرف، وعندي ازمه في وفره الموارد الاجنبيه، عندي مشكله في السياحه، عندي مشكله في الصادرات، عندي اتساع في عجز ميزان التجاره، صحيح بدا يتجه الى ان هو ينخفض نسبيا لكن ما زال كبير. وبالتالي احنا في حاجه ان الحكومه تظهر للراي العام وللاعلام وتتكلم في مساله الدين العام، لان المساله دي فيها كلام كتير جدا، ولازم الحقائق تبقى واضحه قدام الراي العام عشان يبقى فاهم كيف تسير هذه الحكومه في هذا الملف. وليس عيبا في ضوء نقص الموارد انك تستلف، لكن القضيه هتدير ده ازاي؟ بالتاكيد، وده انا كنت دايما بقول احنا، ويمكن الرئيس بعد كده رددها لما انا قلت احنا مش مهم بس نستلف لمجرد ان احنا لدينا القدره على الاستدانه، ولكن يجب ان يكون لدينا القدره على السداد. بمعنى ان انا ممكن اقول انا ملأت المال، انا الريتنج بتاعي متميز، انا عندي تصنيف كويس حاليا، وده صح 100%. ممكن صحيح تستدين، لكن المهم يبقى عندك قدره على استداد، وهي دي فكره اداره كفءه للدين. للدين، وايضا انا ممكن مش بالضروره ادير المديونيه بشكل جيد او بشكل يدر عائد منه اسدد، بقدر ما يبقى عندي برضو تصور ان انا في اماكن اخرى او في مشروعات اخرى هتشتغل او في استثمارات اخرى هتضخ، ممكن انها تغطي لي الفجوه دي. اعتقد ان هو ده يمكن توجه الحكومه فقط، ان الحكومه مش باصه على اداره الدين بقدر ما هي باصه على احنا في انتظار يعني كلام واضح في الموضوع ده، واتمنى يبقى في مصارحه وشفافيه، لان احنا في مركب واحده، واحنا اتفقنا ان احنا ناخد طريق الاصلاح الاقتصادي اللي بيتحمل فيه المواطنين عبء كبير جدا، يبقى الامانه تقتضي ايضا ان يتم مشاركه الراي العام والمواطنين في طبيعه ما يحدث. بشكرك الدكتور مدحت نافع، استاذ لك.